معي عبر الهاتف من كافنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير مرصد سوريا لحقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رامي. يعني لخصنا بهذا التقرير الوضع هناك وفق ما يصلكم من معلومات مفصلة، كيف هو المشهد هناك ميدانيا وإنسانيا؟ المؤشرات إلى أي درجة تقول لنا بأنه قافلة مساعدات جديدة ممكن أن تصل للأحد؟ نعم، مساء الخير. طبعا وكأنه أصبح وضع سكان الغوطة الشرقية انتظار قافلة المساعدات التي تصل، التي من المتوقع أن تصل يوم الأحد إلى الغوطة الشرقية، وكأن الغوطة الشرقية وحصارها أصبح قضية وقف إطلاق النار فقط من قبل الطائرات الروسية المدعمة إعلاميا ومعنويا من قبل النظام الروسي. طبعا روسيا تستطيع وقف العمليات العسكرية مثلما تفعل في الساعات الخمسة للهدنة، ولكن هي لا تريد، هي تريد السيطرة على الغوطة الشرقية من أجل تأمين حزام للعاصمة دمشق، من أجل تأمين مناطق أوسع سيطرة للنظام السوري أو للاحتلال العسكري الروسي لسوريا. طبعا الغوطة الشرقية اليوم المأساة بها مستمرة، هناك حتى اللحظة 621 شهيدا مدنيا، بينهم يعني 151 طفلا منذ 18 من شهر فبراير الفائت، وحتى اللحظة القتل المستمر، لا يكاد يمر يوم إلا أن يسقط شهداء في الغوطة الشرقية. لا ننتظر دخول مساعدات، ننتظر وقف القتل وفك الحصار على الغوطة الشرقية. مجرد دخول مساعدات بدون فك الحصار معنى ذلك أن الأمم المتحدة توافق بصورة أو بأخرى على استمرار هذا الحصار من قبل روسيا ومن قبل النظام السوري. تفاصيل أكثر عن الوضع هناك الميداني سيد رامي، تفاصيل. قلت حضرتك قبل بأنه قوات النظام سيطرت على قرى، يعني تفاصيل هذا ماذا تعني؟ هذه القرى التي كانت بيد المعارضة، مثلا حوش وزريقة، حوش الظواهر بالمرج على المشارف الشرقية والجنوبية الشرقية. نعم، من محاولة تقدم النظام وسهيل الحسن، هذا الجرو الذي يلهث وراء العظام التي ترميها لها روسيا، هذا يسعى إلى تقطيع الغوطة الشرقية. من جهة يحاول التقدم من الشيفونية أو السيطرة على الشيفونية التي دمر معظمها، ويحاول الوصول إلى إدارة المركبات كي يفصل دوما عن باقي الغوطة الشرقية. من جهة أخرى يريد التقدم من حوش الظواهرة باتجاه أوتايا كي يسيطر ايضا على او يقسم الغوطة الشرقية الى اقسام تمهيدا للسيطرة عليها، مثل ما كان يفعل مع تنظيم الدولة الاسلامية، مثل ما فعل في حلب، مثل ما فعل في مناطق جغرافية سورية مختلفة. نأمل ان لا ينجح، لان نجاحه معنى يعني ذلك قتل ابناء الغوطة الشرقية وليس انتصار عسكري للنظام السوري على اعداء سوريا، هو ينتصر على الشعب السوري ويقتل ابناء الشعب السوري. بعض الدبلوماسيين الغرب يعتبرون ما يحدث بأنه ككثيرين طبعا محاولة روسية لتطهير المنطقة من السكان، هل من تنسيق ممكن أن نتحدث عنه هنا سيد رامي بهذا الإطار مع كل هذه الإدانات؟ أي إدانات توجد غربية؟ هل من تنسيق؟ هل من وعود؟ نعم، بشكل مؤكد هناك روسيا تحلم، ولكن الغرب يجب أن لا يتحدث، يبقى في إطار الحديث الإعلامي. الغرب عندما يتحدث عن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية من عدمها، وكأنه يشرع للنظام قتل المدنيين بالأسلحة التقليدية. اليوم نتحدث عن أكثر من 4000 شهيد وجريح في الغوطة الشرقية قتلوا وجرحوا بالأسلحة التقليدية. لماذا لا يتحدث الغرب عن هذه المجازر التي يجب أن تتوقف، وفقط يطل علينا في قضية الأسلحة الكيميائية التي لم تقتل أحد إلا طفل حتى اللحظة استشهد باختناق، ونريد تحقيق بما كان عليه القصف الذي جرى قبل أيام في منطقة الشيفونية التي دمر معظمها نتيجة القصف عليها المستمر من قبل النظام السوري. بس قتلت كثيرين، تتحدث انت قصدك هل مرة عن السلاح الكيماوي ضحايا؟ نحن يعني دعينا نتحدث، عندما كان هناك قصف بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية في شهر آب أغسطس من العام 2013، كم استشهد وجريح؟ نتحدث اليوم فقط في هذه الأيام عن أكثر من 4000 شهيد وجريح. هل نتحدث فقط عن الأسلحة الكيميائية وننسى الأسلحة التقليدية التي تقتل أبناء الشعب السوري؟ هنا تخاذل وتآمر عن الشعب السوري. أنا أشكرك جزيلا من كافنتري البريطانية سيد رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.